نحن اليوم في منعرج تاريخي يتسمى في تغيير قانون كان دمر المؤسسات ودمر الاقتصاد التونسي ودمر حتى المجتمع، اللي هو قانون الشيك بدون رصيد، واللي هو يعتبر من القوانين المتخلفة تعود ل 1923، واللي كل الدول مشات في عدم تجريم الشيك بدون رصيد. وحسب المراسلة اللي نحن بعثناها لوزارة العدل وبعثناها لمجلس النواب، أعطينا حتى التصور نتاع القانون، وأعطينا القانون حتى بالفصول نتاعه كيفاش ينجم يكون. أولا المشرع التونسي لازم يكون يستبق الأحداث ويكون معناتها عنده فيزيون فيتور، باش ركزوا على المعاملات الإلكترونية، باش يكون عندها شيك إلكترونيك وإلا تفعيل البطاقة البنكية. توا نمشيو للشيك، الشيك في حد ذاته هو خرج من الوظيفة الحينية ولا عنده وظيفة تحكيم بيالة، ولا يا إما مؤجل يا إما ضمان. هوني شنو نعملوا؟ لازم يكون فيه التتبع يكون مدني، وقت اللي يكون مدني التتبع باش نتفاداو المشكل الاجتماعي ونتفاداو تحطيم المؤسسات. باش ناخذ مثال، فما برشا عباد باش تتسائل، باش يقول لك اي انا كي ناخذ شيك شكون ضمني فلوسي؟ هوني اذا كان انت خذيت شيك تنجم الشيك تاخذه وتصبه وتخلص في فلوسك. اذا كان انت خذيته جارانتي والا خذيته مؤجل، انت دخلت في معامله تجاريه ربحيه وتقبل الربح والخساره. معناتها اذا كان انت تامل بعد 4 شهور انك انت باش تخلص، حتى السيد ينجم يكون يامل انه باش يربح، بعد 4 شهور يخسر والخساره تعود على الطرفين. الثانيه تقول لي انا باهي هوني ما خلصتش، شنو اللي باش نعمل؟ انت هوني تنجم عندك طريقه تاخذ الشيك وتستعمله كوسيله تنفيذ. تقول لي باهي انا باش نمشي للمحكمه ونقعد برشا في المحكمه وقت. لا لا، ما تقعدش برشا وقت في المحكمه، على خاطر انت تنجم تستعمله كوسيله تنفيذ. نحن اليوم عندنا مثال، انت سي ان اس اس كي ما تخلصهاش شنو تعمل؟ تصدر عليك في ساعه، تصدر عليك بطاقه جبر وتهبط تعقل عليك. وين انت تنجم انت تنحي العقله؟ في الاستئناف. هاي الطريقه موجوده نتاع اللي تعمل فيها سي ان اس اس، هات نطبقوها في الشيكات. شنو رايك ناخذ الشيك في حد ذاته وردوه وسيله تنفيذ؟ شو يولي؟ نولي ما نمشيش للمحكمة، الشيك هذاك نتعدى به العدل المنفذ، نعمل فيه محضر وكل شيء ونحضره ونعمل به عقلة، طيب ونمشي ننفذ به. أنت تحب تخلص تمشي لمحكمة الاستئناف وتهز ما يثبت الخلاص، وإلا تمشي ترفع قضية في الاستئناف باش ترفع العقلة. معناتها تنجم هوني تعطيه الشيك قوة ائتمانية ويولي الشيك يرجع لوظيفته الحيني، يكون معناتها في معاملات إلكترونية وتكون سريعة جدا، والنجم اليوم نقرر أني نقبل وإلا ما نقبلش. وإذا كان أنا دخلت في معاملة تجارية مؤجلة الدفع وإلا فيها ضمان، هوني أنا خرجت من وظيفة الصك وليت في وظيفة أخرى اللي هي وظيفة ما تعرفش أنت شنو اللي باش يصير من بعد. هو نفس العملية اللي تصير وقت اللي أنت تمشي تشري ديزاكسيون. أنت كي تشري ديزاكسيون في شركة نجم تربح كيف نجم تخسر.